بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نواصل دائما مع الفيديو الثاني، دائما ما زلنا مع ميدان الأنشطة العددية. الدرس الأول هو الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة. قلنا دائما هذه الفيديوهات في مادة الرياضيات خاصة بالسنة الرابعة متوسط الجيل الثاني. قلت نواصل مع، كنا شفنا الفيديو الأول قواسم عدد الطبيعي وخواص قاسم عدد الطبيعي. ما زلنا مع نفس الدرس في جزئه الثاني. إذن لنذهب إلى الكتاب المدرسي صفحة 8، نقرأ معا هذا النشاط رقم 2. ألف، قال لك نريد تعيين كل قواسم العدد 60، صح أو 60، صح. واحد يعني سؤال واحد، واثنين في ألف، طلبوا منك كتابة العدد 60 على شكل جداء عاملين بكل الأشكال الممكنة، صح، بكل الأشكال الممكنة. يعني هنا عايز طلبة راح نستعين بهذا الجدول اللي هو أمامكم، راح انتبهوا مليح. ثانيا مطلوب منك استنتاج كل قواسم العدد 60، كذلك قالك يمكنك الاستعانة بالجدول المقابل. ب، مطلوب منك تعيين كل قواسم العدد 48، كذلك بالنسبة إلى العدد 17. يعني بعد ما نكملوا مع 60 نروحوا للعدد 48 و 17 بنفس الطريقة، صح. نبدأ بالسؤال واحد، يعني نكتبوا العدد 60 على شكل جودة عاملين. يعني نقلت الجدول هذا، نقلته هنا باش يجينا واضح ونعمره. هذا العدد 60، صح، وهنا العدد 60، لأنه بعد نديره 48 و 17. نبدأ، راهم دايرين الأولى وما يعني 60 تساوي 1 في 60. يعني هذا كتبنا العدد 60 على شكل جداء عاملين، ها هو. الآن قواسم العدد 60 اللي كاينين هنا هما 1 و 6، صح. عندنا كذلك هم دايرين 60 تساوي 2 في ماذا؟ في، أما ملؤوا معايا الجدول، في 30، صح. إذن القواسم هما 2 و 30. زيد اجتهدوا عمروا له، يعني كي يكونوا نخدموا هكذا مع بعض انتم واش تديروا مش وده وراكم تخدموا معايا. كاين حاجة ننبهكم عليها أعزائي التلاميذ، أنا مانيش أستاذك في القسم، أستاذك في القسم هو الصح ولا الأستاذ، يعني أستاذ القسم هو الصح، هو اللي تبعوا تبع الدروس تاعو وسرعوه. انا وقتاش نتلاقاو انا وياك ولا انا وانتي بنتي ولا انت ولدي، صح، تلاقاو كي تكون في الدار ولا تكون برا قاعد مع الزملاء تاعك، نتلاقاو في فيديو ورانا نحلو في النشاط. اللي حل النشاط مع الاستاذ نعاودوه حتى يفهموا مليح، لا ربما ما فهموش من كثرة الاكتظاظ في القسم والى اخره، لانه الاستاذ معذور، صح. كذلك لربما كي نتقدموا في الفيديوهات ان شاء الله كاين وين سبقوا الاستاذ، تقدر تحل النشاط وتحل التمارين وكي تجي للقسم تشارك مع الاستاذ ويشوف باللي راك حضرت الدرس. يعني انا اعتبرني نساعدك، انا هنا باش نساعدك باش تكون عندك صوره حسنه وتشارك امام الاستاذ تاع القسم. متفاهمين؟ صح، حتى نتفاهموا على هذا. هيا نوصلوا، صح. اكتبوا وسطوا، يعني 60 تساوي 3 في ماذا؟ في 20. انا نحلوا في النشاط عادي. يعني قواسم لهنا شكون هي 3 و 20، صح. 60 واش تساوي كذلك؟ تساوي ماذا؟ 4 في 15. إذا 4 و 15. 60 كذلك واش تساوي؟ تساوي 5 في 12، عفوا 5 في 12، يعني 5 و 12.
وأخيرا 60 واش تساوي؟ تساوي 6 في 10. يعني أنا عندي 6 و10. يعني لو قلت لك اذكر لي اكتب لي قواسم من عدد 60، تقول لي هما قواسم من عدد 60 هي 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60. هذه هي قواسم العدد 60. يعني هنا جاوبنا كذلك على السؤال الثاني، يعني استنتجنا كل قواسم العدد 60، يعني جاوبنا السؤال الأول والسؤال الثاني، صح. لو نأتي الآن نجاوب على السؤال ب، يعني تعيين كل قواسم من عدد 48، وشني هيا اجتهدوا، عودوا جدول الكيمة هذا وديروا هنا في مكان 60 ديروا 48، هيا نعمروا. إذا كتابة العدد 48، صح، على شكل جودة عاملين قواسم من عدد 48. نفس الشيء أبدأ. عندنا دائما 48 تساوي 1 في 48، صح. إذن قواسم هي ماذا في هذه الخانة؟ هي 1 و48، صح. عندنا كذلك 48 تساوي ماذا؟ تساوي 2 في 14. إذن الاثنان و14 زيد 48 تساوي كذلك 3 في 16 تساوي 3 في 16. إذن عندنا 3 و16. 48 تساوي ماذا؟ تساوي 4 في 12. إذن عندنا 4 و12. 48 تساوي كذلك 6 في 8. يعني هنا نتوقف، لأننا بعد 6 في 8 رايحين نولوا نلحقوا وين رانا نمشوا، 8 8 حتى نصيبوا مضروبة في 12، نولوا ل 12، نعاودوا نرجعوا وين ل 12، نصيبوها بعد 8 نصيبوا 12 مضروبة في 4، 6 7 لا لا 8، ومن بعد نولوا ل 8 في 6. إذن نعودوا إعادة، تولينا إعادة، إذن نحبسوا كي تولي إعادة راح نلحقوا للسبعة، 7 في كذا لا لا ما كاش 8 إيه 8 في 6، إذن أنا إعادة، إذن نحبسوا، إذن هنا عندنا 6 و8. إذن نذكر قواسم من عدد 48، لو ذكرناهم هكذا كتبناهم قواسم من عدد 48 هي، ونكتبه هي ماذا؟ هي 1 2 3 4 6 8 12 16 14 48. هذه هي قواسم العدد 48. وفي فيديوهات لاحقة إن شاء الله أو لاحقا نتعلم كيفاش نجبدوا قواسم عدد، يعني هذا مجرد نشاط رانا نحله في هذا النشاط، صح. الآن واش طلبوا منا؟ العدد 17، كذلك بالنسبة للعدد 17 أي إذن تعيين كل قواسم من عدد 17. عدد 17 أعزائي الطلبة عنده زوج برك، يعني 1 في 17 فقط. يعني لو كنا نقول لك قواسم العدد 17 هي 1 و17 فقط. ولاحقا بإذن الله سنتعرف على هذا العدد 17 كيفاش نسميه، يقسم نفسه ويقسم العدد 1 فقط. يعني رانا جايين أبقوا طارحين هذه علامة استفهام هنا، هذا العدد يقسم نفسه يقسم 1 كيفاش نسميه؟ سنتعرف عليه لاحقا إن شاء الله في نفس الدرس تاع الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة. الآن أعزائي التلاميذ فتحوا الكتاب المدرسي الجديد في الصفحة 14،
نحاول مع بعض نحل هذا التمرين رقم 3، مسودة وقلم وتوكلوا على الله. قال لك عين كل قواسم العدد 48، يعني تقدر تقول تبعوا الطريقة اللي درناها في النشاط اللي كان من قبل اللي درناه، صح؟ إذن تعيين كل قواسم العدد 48، تعيين كل قواسم العدد 48، صح. نبدأ، ديروا بوز، وقفوا الفيديو وحسبوا، صح. نبدأ ولا احنا؟ إذن 84، 84، صح. 84 تساوي ماذا؟ أولا تساوي 1 في 84، هذه الأولى، صح. 84 تساوي 2 في 42، صح. 84 تساوي، لاحظ، 1 2 3 في 28، صح. 84 تساوي 4 في 21، يعني هذو دائما هذو كامل زائد الصفر، الباقي صفر، نفس الشيء نفس الشيء، الباقي صفر. 84 نكتبها بالأخضر وتشوفوا عليه، تساوي 5 في 16 زائد الباقي 4. إذن 5 و16 غير معني، لأننا نقوم بتعيين كل قواسم العدد 84. اللي بالأزرق معنيين، هذه ماهيش معنية، صح. نواصل مع العدد 6. 84 تساوي 6 في ماذا؟ في 14 زائد الصفر، لأن الباقي صفر. ما دام الباقي صفر، إذن 6 و14 من قواسم العدد 84. نواصل مع 84 تساوي 7 في 12، نفس الشيء، الباقي صفر. إذن العدد 8 لا، العدد 9 لا، العدد 10 لا، العدد 11 لا. لماذا لا؟ لأننا راح نسيبوا البواقي كما هذا، كما هذا، نفس الشيء، نسيبوا ماشي صفر. إذن ليست قواسم، هذه ماهيش قواسم. نلحقوا للعدد 12، 84 تساوي 12 في 7 زائد الصفر. هنا أعزائي الطلبة لاحظوا أنه كاين إعادة، شوف الحقنا وين كاين، هنا واش كاين؟ إعادة، إعادة. لاحظوا لو كملت مثلا، نقول لك 84 تساوي 13 لا، بصح نلحقوا ل 14، إيه 14 في 6، لاحظ إعادة، نفس الشيء كاين إعادة. 84 ومن بعد من 14 15 لا 16 لا 20 لا حتى ال 21، 21 نصيبو كاين ماذا؟ كاين إعادة، يعني في 4، لاحظ كاين إعادة، يعني ومن بعد من 21 نلحقو حتى ال 28، نصيبو 28 في 3. إذا عندما نجد إعادة نحبس هنا، عفوا نحبس وين؟ هنايا، وين نحبس؟ هنا. إذن النحية هذه باش ما تتخلط ليش، هذه هكا هكا، صح. شوفوا معايا مليح، إذن أعزائي الطلبة لاحظ، إذن قواسم العدد 48 نبدأ منها من 1 ونهبط حتى للسبعة هكذا، ومن بعد نطلع منا من 12 14 21 84 وهكذا. يعني هنايا قواسم العدد 84 هي، ونكتب
واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة سبعة اثنى عشر، ومن بعد عندنا 14، بعد عندنا 21، بعد عندنا 28، بعد عندنا 42، بعد عندنا 84. هذه هي قواسم العدد 84. يعني هنا رانا قمنا بتعيين كل هذه القواسم، لاحظ طريقة بكل سهولة، أني نقسم 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 كي نلحق وين كاين إعادة نحبس. هذه لربما أعزائي التلاميذ لاحظتوا أنه كاين فيكم اللي عندما يجي يقسم عدد، يعني كي باش يوجد قواسم عدد معين عدد طبيعي عنده مشكل. إذن الآن نذكركم بقواعد قابلية القسم. إذن يقبل العدد الطبيعي القسمة على، وراح نذكر بعض الأعداد المهمة التي يقسم عليها العدد. نبدأ بالعدد اثنان. إذن يقبل العدد الطبيعي القسمة على اثنان، يعني أي عدد طبيعي 48 60 42 46 إلى آخره، أحد أعداد طبيعية يقبل على اثنان، شرط أنه إذا كان رقم أحاده 0 2 4 6 أو 8 وحدة من هذا. مثلا نقول لك العدد 620 رقم أحاده هو هذا، إذن 0، إذن 620 يقبل القسمة على 2. نقول لك العدد 32 رقم أحاده 2، إذن يقبل القسمة على 2. مثلا 44 رقم أحاده 4، مثلا 936 رقم أحاده 6 يقبل القسمة على 2. مثلا عدد 208 رقم أحاده 8 يقبل القسمة على 2. 27 رقم أحاده 7، هل هذا الرقم الأحد مذكور هنا؟ لا، إذن 27 لا يقبل القسمة على 2. كذلك يقبل العدد الطبيعي القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه مضاعفا للعدد 3. كيف هذا؟ نعطيك مثال. مثلا عدنا العدد 1242، صح، نشوفوا مجموع أرقامه أي 2 زائد 4 زائد الاثنان زائد الواحد. شحال تعطينا هنا؟ تعطينا 8 زائد 1 9. هل هذا العدد 9 مضاعف لثلاثة؟ نعم، 9 هو مضاعف لثلاثة. إذن هذا الرقم أو هذا العدد 1242 مجموع الأرقام تاعه تساوي 9، إذن 9 هو مضاعف للعدد 3، إذن هذا الرقم يقبل القسمة على 3. يقبل كذلك العدد الطبيعي القسمة على 5، وقتاش يقبلها؟ إذا كان رقم أحاده 0 أو 5. نعطيك مثال، مثلا العدد 150 رقم أحاده 0، إذن يقبل القسمة على 5. مثلا العدد 2045 رقم أحاده 5، إذن يقبل القسمة على 5. نعطيك مثال آخر، مثلا 125 رقم أحاده 5، إذن يقبل القسمة على 5. 2040 رقم أحاده 0، إذن يقبل القسمة على 5. كذلك يقبل العدد الطبيعي القسمة على 9، وقتاش؟ إذا كان مجموع أرقامه مضاعفا للعدد 9. نعطيك بعض الأمثلة، مثلا الرقم 523، نشوفوا هل هذا الرقم يقبل القسمة على، مثلا نشوفوا إذا كان يقبل القسمة على 3 ولا على 9، واحدة منهم. إذا كان يقبل القسمة على 9 مجموع أرقامه مضاعف للعدد 3، إذا كان يقبل القسمة على 9 مجموع أرقامه مضاعف للعدد 9،
إذا نشوف مجموع الأرقام تاعو اللي هي 3 + 2 + 5 = 10. إذا 10 ليس مضاعف العدد 3، إذا هذا العدد لا يقبل القسمة على 3. 10 ليس مضاعف للعدد 9، إذا هذا العدد 523 لا يقبل القسمة على 9، أي 10 ليس مضاعفا لا إلى 3 ولا إلى 9. لنرى مثال آخر أو عدد آخر، صح، عدد مثلا 714. نشوف مجموع أرقامه، أي 4 + 1 + 7 = ماذا؟ = 12، صح. 12 كما نعرفه 12 هو مضاعف لثلاثة وليس مضاعف لتسعة، ليس مضاعف لتسعة. إذن 714 يقسم، يقبل القسمة على ثلاثة، بصح ما يقبلش القسمة على تسعة. لنرى مثال آخر، مثلا نقول لك 9801، العدد 9801، صح. لنقوم بجمع أرقامه، 1 + 0 + 8 + 9، إذن تعطينا 18. إذن كما نعلم أن 18 هو مضاعف لثلاثة وتسعة، إذن 9801 مجموع أرقامه 18 و18 مضاعف للعدد 3 و9، إذن 9801 يقبل القسمة على على 3 ويقبل القسمة على 9. يعني أنا أعطيت لكم أمثلة مختلفة باش تفهم. وأخيرا نكمل بالعدد 10، لاحظوا أنني لم أتطرق إلى كامل الأعداد، يعني إلا للأعداد اللي نحتاجها المهمة. إذن لأنه كاين قواعد قابلية القسمة على 4 على 6 على 7 وكذا، لكن ما نحتاجوهاش، نحتاجو هذه برك فقط. إذن العدد الطبيعي أو يقبل العدد الطبيعي القسمة على 10 إذا كان رقم أحده 0 فقط. مثلا نقول لك العدد 70 عدد طبيعي يقبل القسمة على 10، لماذا؟ لأن رقم أحده 0. العدد 125 لا يقبل القسمة على 10 لأن رقم أحاده ليس 0 بل 5. ونكمل أعزائي التلاميذ هذا الفيديو بهذا التمرين الرابع الموجود في الكتاب المدرسي الجديد، الصفحة رقم 14. دائما قال لك عين جميع قواسم كل من الأعداد التالية 910 1005 في 11، صح. نبدأ بقواسم العدد 910، تعيين قواسم العدد 910، قواسم العدد 910 هي، صح. نبدأ، إذن كيفاش راح ندير؟ لازمنا نشوفوا طريقة. 910 يقسم العدد 1، لأن هنا في المسودة 910 يساوي 1 في 910، صح. هل 910 يعني واش كنا نقولوا درك، يعني درك قبل هذه ذكرتكم بقواعد قابلية القسمة في هذا التمرين نجو نطبقوها، صح. هل يقبل القسمة على 2؟ نعم يقسم 2، لأن لماذا؟ لأن رقم أحده ينتهي بالصفر، إذن 910 يساوي 2 في ماذا؟ في 455، في 455، صح. هل يقبل القسمة على 3؟ نشوفه، نجمعوا الأرقام تاعه ونشوف، أي 0 + 1 + 9 = 10. هل 10 مضاعف للعدد 3؟ لا. إذن ما دام 10 ليس مضاعف للعدد 3 إذن ما يقبلش القسمة على 3.
هل يقبل القسمة على أربعة؟ وقتاش العدد؟ ما ذكرت لكم شيء قبيلة بس حضركم نتذكروا. عدد يقبل القسمة على أربعة كي يكون هذا العدد مضاعف للعدد أربعة، يعني كي نقسمه على أربعة نصيبه الباقي يكون يساوي الصفر، صح؟ أربعة لا. هل يقبل القسمة على خمسة؟ نعم، لأن رقم أحاده صفر، لأن رقم أحاده صفر، إذن نكتبه 910 يساوي 5 في 182 يا 82، صح. ما يقبلش القسمة على 6 لأن الباقي ما نرى ما نصيبوهش يساوي صفر، لكن يقبل القسمة على 7، 910 يساوي 7 في 130، صح. لأن علاش؟ لأن هذا كامل هنا الباقي زائد صفر، صفر صفر صفر، صح. ما يقبلش القسمة على 8، وما يقبلش القسمة على 9 لأن مجموع أرقامه يساوي 10، وعشرة ليس مضاعف للعدد 9، صح. يقبل القسمة على 10 لأن رقم أحاده صفر، إذن 910 يساوي 10 في 91، صح. ما يقبلش القسمة على 11، وما يقبلش القسمة على 12 لأن الباقي ما ناش راح نصيبه الصفر، إذن يقبل القسمة على 13 لأن الباقي نصيبه الصفر، إذن يساوي 13 في ماذا؟ في 70، صح. ما يقبلش القسمة على 15 حتى ال 25 والو، إذن حتى ال 26، 910 يساوي 26، إذا من 14 حتى ال 25 ما يقبلش عليهم القسمة، البواقي ما لا نجدها تساوي الصفر، إذا 26 في 35 الباقي يساوي الصفر، إذا ومن بعد ما يقبلش القسمة من 26 يعني 27 ما يقبلش القسمة حتى 34 ما يقبلش القسمة، 35 يقبل القسمة. شوفوا مليح اللحظة، 910 يساوي 35 في 26. لاحظوا لهنا، هنا أعزائي الطلبة كاين إعادة، كاين إعادة، يعني شوفوا مليح، لو تكمل لهنا ما تصيبش يقبل القسمة حتى 70، 70 في 13، بعد 91 في 10، بعد 130 وهكذا. إذن هنا عندنا إعادة، إذن كي تكون عندنا إعادة هنا واش نديرو؟ هنا نحبسو، يعني هذه مكان لا نكتبوها. إذن وين راهم القواسم تاعنا؟ هما هذو 1 2 5 7 10 من هنا، ونعاودو نطرو حتى 910. إذن نأتي ونكتب القواسم، إذن هي 1، نقرأ معايا، 2 5 7 10 زيد قول لي 13 26، ها، ومن بعد 35، عفوا هنا نسيت واحدة، يقبل القسمة على 14، هنا عفوا نسيتها، 14 كاينة، إذن 14 في 65. كي بديت نكتب هذا بعد تفكرت باللي كاينة يعني بعد 35 تجي 65، صح صح. إذن نعاودو نكتبو 910 تساوي 35 في 26، صح. إذن نعاودو نصحو، هنا نديرو 14 باللون الأزرق، 14، ومن بعد واش يجي؟ 35، 14، ومن بعد يجي 26، ومن بعد 35، ومن بعد جي 65، ومن بعد نجو طالعين 70 91، 130 و182 و 455 وأخيرا
910. إذن هذه هي قواسم العدد 910. الآن نخليكم تكملوا تجب وحدكم قواسم العدد 1000. حبسوا فيديو وجبدوا قواسم العدد 1000 ضرب نكتبها هنا. إذن بعد ما جاوبتوا في المسودة وحدكم، ها هي قواسم العدد 1000. اللي ما وجدش هذه القواسم يعاود يوجدها في المسودة ويشوفوا نراه غلط. إذن هي 1 2 4 5 8 10 20، 25 40 50 100 125 200 250 500 و1000. الآن قواسم 5 في 11، هذه سهلة. قواسم العدد 5 في 11 هي، لاحظ 5 في 11 شعار، هي العدد 55، هي ماذا؟ هي العدد 55. إذن عندنا العدد 55 هو أكبر عدد، والواحد هو أصغر قاسم، وعندنا 5 وعندنا 11. ها هي قواسم العدد 5 في 11، لأن 11 هذا سنرى من بعد لاحقا كيفاش يسموه، لأنه 11 يساوي 1 في 11، يقسم 1 و11 فقط، ما يقسمش حاجة أخرى. 5 كيف كيف، يقسم 1 ويقسم 5 فقط. إذن هذه الأعداد عدد يقسم، نقول لكم معلم كيف يسموهم، راح نشوفهم ما بعد، يسموه عدد أولي. معليش نقول لكم معلي، يسموه عدد أولي، يقسم غير نفسه 1 فقط. إذن أعداد الأولية نصيبوا دائما حصيلة الضرب تاع الجداء تاعهم 1، حصيلة الجداء وهما جايين في الوسط، كيكونوا عددين مثل هذا. أعزائي الطلبة، أعزائي التلاميذ عفوا، قبل ما نغادركم في هذا الفيديو ننبهكم حاجة، أنه الفيديوهات في اليوتيوب راح تهمل لكم باش تصيبوها، كاين لي بلاي ليست هذوك صحة تصيبها قال كذا، لكن راح تخلط لك. على ذيك أنا قمت بإنجاز هذا الموقع اللي هو هذا البلوك سبوت، هذا أو سكول ألجيريا بلوك سبوت .com صح. هذه المدونة أعزائي التلاميذ كي تدخلوا ليها وين كاين كاتر ياماني سيام، ثم أدخل تصيب فيديوهات تاع الرياضيات وتصيب فيديوهات تاع العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا صح. هنا في هذه المدونة تصيبوا الفيديوهات مرتبة من الأول حتى الأخر، تبعوها حسب التسلسل. تصيبوا كذلك توزيع سنوي لكل مادة، تصيبوا بعض منشورات إضافية، لربما نزيد نحط لكم بعض تحميل بعض الكتب اللي تفيدكم إذا وجدتها، وهكذا. إذن هذه المدونة اللي راهي مكتوبة باللون هذا بلورانج هنا، هذه هي اللي تسهل لكم كل شيء. إذن أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في الفيديو المقبل، ما زلنا دائما مع الأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.